مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير ايس كريم سمارتيز. عنا 300 ميلي كريمة سائلة وملعقة طعام سكر، وكمان عنا سمارتيز. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. نحط السكر، كمان الكريمة، بخفيهم مع بعض. بس خفقتهم، هلا بحط فوق السمارتيز. طريقة جدا سهلة وسريعة، تقريبا بتاخد بالتحضير حوالي 5 دقايق. حط بعد علبة حركهم شوي. هلا بحطهم بمطبقية. بمدوا نفس المستوى كمان. لونهم عن جد كتير رائع. هلا بحطهم بالفريزر اقل شيء 3 ساعات. هذه الايس كريم اللي عملتها انا وياكم بعد ما حطيتها بالفريزر 3 ساعات. هيدا الشكل النهائي. واو، هيدا الشكل النهائي. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.